السلام عليكم، كنرحبوا بالسي سرحان رئيس فرع كرة اليد لنادي الاتحاد الرياضي الفاسي. اليوم كان عندكم الجمع العام العادي للنادي، بغينا تعطينا نبذة على كيفاش مر الجمع العام، وكذلك بالتواجد ديال السي كمال اللي تم التوشيح ديالو من طرف سيدنا الله ينصرو، وكذلك تم التكريم ديالو من طرف فرع كرة اليد بمناسبة الجمع العام. شي كلمة في حق السي كمال والجمع العام. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كتعرفوا، اولا وقبل كل شيء كنرحب بجميع الاعضاء ديال جمعيه الاتحاد الرياضي الفاسي لكره اليد، كذلك ارحب كذلك ولا اشكر يعني جميع الناس اللي حضروا معنا في هذه اشغال الجمع العام، اشكر الصحافه اللي ديما كتكون حاضره معنا متواجده دائما، اشكر الناس ديال وزاره التعليم والرياضه اللي حضروا معنا والسلطات المحليه وكذا الناس ديال العصبة وممثلي العصبة كذلك. فإذا كيف شفتوا مر الجمع العام العادي السنوي لجمعية الاتحاد الرياضي الفاسي لكرة اليد لموسم 2021-2022 في ظروف جد عادية، اللي من خلاله درسنا يعني تلاوة التقرير الأدبي وتلاوة التقرير المالي للجمعية، فكان يعني عادي جدا لا يشوبه اي خلل او شيء من هذا القبيل. كذلك بالنسبه للتكريم، فبعد انتهاء الاشغال ديال الجمع العام فابت جمعيه الاتحاد الرياضي الفاسي لكره اليد الا ان تكرم احد مسيريها اللي دوز معنا يعني واحد السنوات كثيره، واللي كان له الفضل كذلك بالتفاني والمجهودات والعمل الجبار الذي يقوم به، لا بالنسبه لجميع الفئات، لا بالنسبه للفئه الصغرى او الكبرى او فئه الاناث، بجميع فئاته، فهو دائما كان خدوم، دائما كان شخص يعني كتعطيه المهمه فكي المهمه ديالو ينجزها على احسن وجه. كذلك كان تم هو التكريم ديالو من طرف سيدنا الله ينصرو بوسام ملكي من الدرجة الثانية، وبهذه المناسبة فجمعية الاتحاد الرياضي الفاسي بغات هو تكرمه لأنه رجل خلوق ورجل يحترم. شي كلمة سي كمال في هذا التكريم هذا؟ بصراحة كل ما يمكن نقول في هذا الجمع العام بالمناسبة ديال هاد التكريم اللي حديت به من طرف جمعية النادي الرياضي الفاسي لكرة اليد، بصراحة ما عرفتش كيفاش ندير نعبر على الفرحة ديالي اللي كانت هاد اليوم، بصراحة ما يعجز اللسان عن شي كلمة أخيرة سي سرحان. لأن ما قدش كنتمنى له أنه يتوفق في المسار ديالو اللي بقى له، يعني لا في العمل ولا بالنسبة للجمعية، فهو مقبل على لا روتريت ديالو، فنتمنى له التوفيق لا بالنسبة للمسار ديالو اللي مازال ولا بالنسبة للأسرة ديالو، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله وشكرا.